تحية للجميع من مدينة كانت إلى اليوم، إلى حدود اليوم، كانت تغرق في النفايات، كانت تغرق في الأزبال. فقبل ما نبدأ في هذا الحديث هذا، أولا خصني نقدم واحد التهنئة للحكومة الجديدة وبوجوه قديمة في الحقيقة. الحكومة التي نصبت بعد انتخابات 8 سبتمبر 2021، أنا كنهنئها في الحقيقة، كنهنئها على الحرب التي شنتها وعلى الملاحم التي انتصرت فيها، وعلى من؟ على الشعب. أنا كنقدم لها تهنئة خالصة من قلبي، لأنها انتصرت في حربها وفي معاركها وفي ملاحمها ضد هذا الشعب، فهنيئا لها. ولكن قبل كل شيء، أريد أن أقول للذين أدلوا بأصواتهم إلى هذه الحكومة، أنا هاد الناس هادو اللي عطاو الأصوات ديالهم للحكومة، هاد الحكومة الجديدة، ذوقوا زعما، تذوقوا مزيان الأصوات ديالكم لما نعطيتوها. فالأصوات للحكومة الماضية ما قبل هذه احنا نعاتونا بالانفصاليين، يعني خرجونا من خارطة الوطن كله، نحن انفصاليين. وهادو داروا وما زال غادي يديروا، يعني ما زال كينتصروا في المعارك اللي لهم ضد المواطن، ضد الشعب. فكذلك يعني أقول كذلك أقول للذين منحوا أصواتهم لهذه الحكومة، فلتشبعوا أصواتكم، خذوا ما أعطوكم من دراهم، ولكن أنتم كتشبعوا على أين احنا زعما يعني ما عرفناش انه غادي نقولوا لهاد الناس هادو اللي شاركوا في الانتخابات 8 سبتمبر الماضي، رغم انه الناس يعني احرار الوطن، شرفاء الوطن، كلهم كانوا كينادوا بالمقاطعه، وهؤلاء ادلوا باصواتهم لهؤلاء باش يديروا فينا هاد الشهاده. ونزيد اللي عطى الشرعيه، اللي عطى الشرعيه لهاد يعني هذا الحكومة ولا المخزن ولا الدولة العميقة ولا النظام ولا سميوها كيف بغيتوا،
هادوك الناس اللي كيسميو انفسهم اليسار زعما حشوم عليهم، هاد الناس اللي سرقوا الاحلام ديالنا، هاد الناس اللي كانوا في واحد المره كانوا مشاو معنا في المسيرات ووقفوا معنا في الوقفات الى اخره، وقالوا اننا حنا ما غاديش ندخلوا للانتخابات الا بعد اطلاق سراح المعتقلين، ولكن هيهات داك الكلام كله مشى مسكين كدا. فالناس هرولوا للانتخابات، شاركوا في الانتخابات، واكثر من ذلك تم الرقص على الهزيمه، وتم اطلاق الزغاريد على الهزيمه، لانه هاد الناس هذول يعني اصبحوا من المقردعين، تقردعوا في الانتخابات. ف طوبى لهم، يعني الشيء الذي يعني بقى فيا اكثر هو الرقص وبشكل هستيري على الهزيمة، مش على ونكاية بنا ونكاية بالذين يعني بالمعتقلين الذي خرجوا ببيان يطالبون فيه المواطنون بمقاطعة الانتخابات، إلى درجة أن ناصر زبزافي قال أنا لن أصوت ضد وطني. طيب، فشكرا للذين رقصوا وزغردوا، شكرا لهم. ولكن هاد الناس هادو اللي كيتسموا اللي كيتحسبوا على اليسار راه في الحقيقه ماشي يسار، هم عباره عن شظايا اليسار وليسوا يسار، لان اليسار اخلاق، اليسار تقدميه، اليسار قيمه حزبيه، اليسار عرفناه، لأن بالنسبة مثلا للمكتب السياسي لحزب يساري كنا كنقولوا لهم منكم نستفيد، والآن ممن سنستفيد؟ على الأقل هاد الناس هادو اللي كاينين دابا حاليا يديروا التخليق غير الناس ديالهم تخليق، أما شي حاجة أخرى فقط نجحوا في السخافة الفيسبوكية. على أي حال ناصر، ما أنا ما غاديش نهضر بزاف على ناصر، ناصر غادي تهضر عليه الوالدة ديالو وتقول لكم هاد ناصر هذا اللي اتهم بزعزعة استقرار البلد، وأقول أنا للمسؤولين ما معنى استقرار البلد؟ ما معنى ناصر الزبزافي يعني إنسان عادي غادي زعزع استقرار البلد؟ واش هاد البلد هادي عندها الهشاشة إلى هاد الدرجة باش ناصر يزعزع الاستقرار ديال البلد ويتحكم بعشرين عام؟ في الحقيقة راه هذه سخافة في السياسة المغربية. وحتى دوك الناس اللي داروا داك المحاضر على ناصر الزبزافي راه ماشي هو هذاك، راه ناصر ليس يعني اش غادي نقول، ليس شي حاجة، ما عنده دبابات، ما عنده أسلحة، ما عنده صواريخ، ما عنده طائرات، ما عنده والو، عنده الكلام خرج كيحتج لانه هو بنفسه يعاني من هذا الشيء هذا، يعني من التهميش ومن كذا ومن ضائقه ذات اليد ومن عدم ايجاد شغل كذا، فما من حق شي واحد يقول يا ودي راه هو كان يريد زعزعه استقرار البلد. زعزعه استقرار البلد راه زعزعوه الناس اللي كيحكموا. الحسيمة، مدينة الحسيمة عندها ميناء عبارة عن شريان لمدينة الحسيمة، هو مشى الميناء مشى
حتى داك الجامعة اللي كيقولوا باغيين يبنيوها في أيد قمرة توقفت عن الأشغال. يعني من يريد قتل الحسيمة عن سبق الإصرار والترصد؟ من؟ راه ما راه شي حاجة احنا ماشيين ليها. فلهذا كنقول يعني مثلا ناصر الزفزافي دغيا جرت عليه المسطرة، يعني حركت عليه النيابة العامة المسطرة كذا، ولكن علاش ما حركتوش ضد الإمام؟ الإمام هو اللي كان السبب ديال هاد الشهادة كلشي. إذا خصنا نديرو تحليل ونديرو قراءة لما وقع باش نوصلوا للجدية. فبمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كنا كنقولوا زعما هاد 5 سنين هذه اللي مرينا فيها من المعاناة من العذاب، وما زلنا وسنبقى بناء على استنتاجنا. فزعما أعتقد أنه هذا الشيء هذا يعني بلغ مداه أو جاوز المدى. على أي حال، هذا الشيء اللي بغيت نقول، لأن الأم ديال ناصر الزفزافي بغات تهضر لكم على ولدها. خالتي زليخة، السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم كنصادفوا يوم العالمي لحقوق الانسان، وبغينا نهضروا شويه على حقوق الانسان، على ولادنا اللي في السجون. انا ولدي كناصر الزفزافي عيان، فيه واحد الحساسيه، ما كيقدر يتنفس، ما كيقدر ينعس، ما كيقدر حتى لشي حاجه. ولدي مريض بزاف، عيان بالحساسيه. داوه للطبيب ولكن حتى شي حاجه ما كاينه، والولد كيموت بالحساسيه. الليل كامل هو جالس وما كينعش وما المهم شحال واحد العذاب. حتى في هاد اليومين كاع ما كيقدر كاع يهضر معايا. ودابا انا كنطالب بهاد المناسبه اليوم لحقوق الانسان، كنطالب للملك اطلاق سراح ولادنا، اطلاق سراح لولادنا اللي مراضين. انا ولدي مريض عيان بزاف، وكنطالب الملك باش غادي يطلق سراح لولادنا. حنايا كنعانيو وهما كيعانيو، حتى شي حاجه زعما ما داروا هاد الدراري هادوم باش غادي يعانيو هاد المعاناه كامله. خرجوا بواحد زعما في المسيره، حق داروا المسيره، داروا كلش، ولكن كيطالبوا بالعيش الكريم وبالصحه بالتعليم، ولكن حتى حاجه ما كاينه. وعشرين عام ولادنا ما كيستحقوش هاد 20 عام، ما داروش على من يستحقوا هاد 20 عام. وانا كنطالب بالملك باش يطلق السراح لولادنا. ولادنا مظلومين، وغادي نبقاو دائما نطالبوا بالملك يطلق السراح لولادنا، حيت ما داروا على من يستحقوا هاد 20 عام. وحنا مراضين، هما مراضين، كيف غادي نديرو حنا باش غادي نقاومو هاد غير الطريق هادي باش غنمشيو نطلو على ولادنا؟
وحنا عيانين، وهذا الشيء اللي غادي نقول. كنطالب بالحق دولادنا كاملين باش غادي يطلقوا، ولدي باش يمشي يتعالج، راه صافي هذيك الحساسيه راه هلكاتو، نهار دخل السجن، نهار التعذيب تكرفيس، ديك نهار هو عيان، ماشي غير مرض واحد اللي فيه امراض. وهذا الشيء اللي كنطالبوا باليوم العالمي لحقوق الانسان، ولا كاين شي حقوق الانسان غادي يبان في هذا الوقيته مع ولادنا، باش يطلقوا الصراح ديالهم. هاد السبعة الدراري اللي موجودين، ستة كاينين في طنجة وواحد راه كان في السروان. كنطالبوا هادشي اللي كنطالبوا من الملك باش غادي يطلق لولادنا. وغادي ندخلوا نهضروا على الحكومة القديمة اللي فاتت، سميتو بعد الحكومة الجديدة، راه تقلبنا مع ولادنا من مراضين، ما تلفنا الهضرة تلفتنا كلشي. كان بالسيف الكيران كان هو في الحكومة، اش دار السيف الكيران؟ دار تا حاجة ما دارها، داير المدارس خصوصيا ديالهم، وسبعة المليون كيشد كيقول لك ما كيكفانيشي. اش غنقولو حنايا اللي كيربح؟ كاين اللي عنده الماهيه ديالو مسكين 50 ألف فرانك، كاين 130 ألف فرانك، فحالنا حنايا انا 130 ألف فرانك، واش غادي نوكل لي في الحبس؟ واش نوكل راسي؟ واش نداوي راسي؟ واش غادي ندير بها؟ عمر النهار الراجل خرج التقاعد 130 ألف فرانك، بقات 130 ألف فرانك، والاسعار كتزيد وكتزيد. وجات الحكومه الجديده، قلنا يمكن غادي تعمل شي حاجه، باقي ما سخنات بلاصتها، حتى كانت كلشي طلعاتو الحراره في اي زعما في المعيشه. وكملات دارت التعليم اللي عنده 30 عام، واولادنا فاتوا 30 عام، فين غيمشيو؟ فين غيمشيو؟ هاد الامنيات هاد الدراري تحطمات تحطمات. انا حتى انا عندي ولدي فات 30 عام، فين غادي يمشي؟ فين؟ واش يمشيو يطيحوا في البحر؟ واش يهاجروا؟ حنا بغينا نعيشوا في بلادنا، التنميه بلادنا، باش غادي نكونوا مزيانين حتى حنايا، نعيشوا بالكرامه ديالنا بالاحترام ديالنا، هذا الشيء اللي بغينا. ولكن الدوله ما دارت لينا حتى شي حاجه، عاد زادت قالت لك التعليم 30 عام. وفين كنتم من كانوا قبل ما يكون عندهم 30 عام باش غادي تخدموا هاد الناس باش يديروا المستقبل ديالهم حتى هما، باش يعيشوا ويديروا الدراري يديروا؟ ودابا راه حطمتوهم حطمتوهم، نهار كيخرجوا كيغوتوا كتهرسوا ليهم الريوس ديالهم، بحال اللي هرستوه لولدي اللي في السجن، واحد في السجن، واحد قرا حتى هو بغى باش يخدم الشرف ديالو بالكرامه ديالو، ها هما حطمتوه، حطمتو كاع الشباب، فين غادي يمشيو هاد الشباب كاملين؟ ولكن نتوما ولادكم علاش غادي تهزوا الهم للمواطن؟ راه ما غتهزوش الهم للمواطن، نتوما حيت ولادكم المناصب الكبار كاع شدوهم ولادكم، ما خصكم خير، عندكم العقار وعندكم في ما كانت شي حاجه كتكون عندكم، ولكن الضعيف ضايع، ولادنا ضايعين. انا ولدي ضايع، كان حتى هو بغى مسكين الطمع في هذا التعليم باش غادي يخدم حتى هو على راسو فحالو فحال صحابو، ضيعتوه، هو عنده كثر من 30 عام، وواحد ديتوه للحبس، حكمتو عليه ب20 سنة ظلما وعدوانا، واش غادي نديرو حنايا؟ من كنخرجو نهضرو راه هادوم انفصاليين، هادوم هادي، هادوم راه خايبين، راه هادوم، لا، حنا باغيين الحقوق ديالنا، بغينا حتى حنا ولادنا يخدمو بالشرف ديالهم باش يكونوا زعما اش غنقولك، يكونوا دراري محترمين ومؤدبين، ماشي غادي يمشيو يسرقوا ولا يمشيو يطيحوا في البحارات ولا يمشيو عند الحشيش ولا غيمشيو. حنا ولادنا ما فيهم بو هاد الشيء، ما فيهم الحشيش، ما عندهم الكمي، ما كيكميو ما كيتعطاو الحشيش، ولكن بغاو حتى هما يخدموا بالشرف ديالهم. وانا راه ولدي راه دابا فات 30 عام، واش غادي نعطيه 130 فرانك اللي كتعطيونا باش بيه غادي نكسيه باش غنوكلو باش يمشي حتى هو للقهوه باش يدير المستقبل؟ علاش ضيعتو هاد الدراري كامل، هاد الشباب كاملين ضيعتوهم؟ علاش؟ علاش زعما؟ ماشي تا هما مغاربة، تا هما ولاد البلاد، تا هما من حقهم يعيشوا في الخيرات البلاد، ولكن نتوما لا، غير ما أي حكومة تمشي تجي حكومة كتار، باقي ما سخنات المتعة ديالها تا كان هزمات الشباب، قال لك 30 عام.
واللي فات 30 عام فين غادي يمشي؟ وحنا اش غنقول لك، حنا جدودنا حاربوا الاستعمار باش غادي يخرجوه، ودابا حنا كنتبعوه، كنتبعوا الاستعمار باش لقمة تعيش، باش غادي نعيشو هادشي اللي كنديرو، باش غادي نعيشو حنايا ولا يعيشو ولادنا ولا يديرو ولادهم تا هما باش غادي يعيشو معززين مكرمين. ولكن الحكومة اللي غادي تجي كتجي كدير شي حاجة كطام اللي فات، وابن كيران 7 المليون قالك ما كيكفاش. والله الا كضحكونا، ما كيكفاكش المدارس حرين وولادك في المناصب كي دايرين، واللي ما عنده شي كاع كان مساكن طامعين في هذا التعليم هذا، والاخير صافي حطمتوهم، حطمتوهم وحطمتو حتى العائلات ديالهم معاهم هما. راه هادو ولادنا تنبغيوهم يكونوا حتى هما يكونوا زعما خدامين على راسهم هازين راسهم. واش الراجل كبير يبقى يدخل عليك ويخرج حتى 5 دراهم كتكون عنده في الجيب، وكتقولوا عندنا الدولة وعندنا حقوق الإنسان؟ وحقوق الإنسان دابا غادي نشوفوه في هاد ولاد عند أولادنا اللي مراضين في السجون، غنشوفوا هاد حقوق الإنسان واش كاين شي حاجات بصح ولا غير مكتوب على الورق وصافي، وكتجي الوقت وكتقولوا يوم العالمي لحقوق الإنسان، ولا بقى ولادنا 20 عام ظلما وعدوانا، ما قتلوا ما نهبوا ما داروا حتى شي حاجه، خرجوا قالوا بغينا هذه بغينا هذه بغينا هذه، ها هي اللي كانوا كيقولوا الدراري هي هذه، ها جيتوا انتم يا حكومه جديده شو شنو عملتوا فينا، وشوف شنو عملتوا في ولادنا، واش بغيتوا ولادنا نمشي نطحوا غتعيشوا غير انتم؟ ولادكم مضمونين عندهم الموطا ديالهم فاش غادي يخدموا مضمون، ولكن ولادنا مساكن بحالي ماشيين هيدا في شي غابه، ما كاينش حقوق الانسان، ما كاين الحق ديال المواطن ولا شي حاجه، الحق ديالكم نتوما وحدكم، اما حنا ما عندناش حقوق ما عندناش. ولكن ندخل نرجع حتى لهذا الاسعار كلشي طالعين، ولكن المتقاعد قاص بجوج فرانك، ما كتكفلو يخلص غير دود الماء، مع سا غادي يعيش ولادو ولا غادي بنادم من كيكبر كيكون دائما المرض مريض. وانا من نهار تشدت ولدي بعشرين سنة وانا مريضة ووليت حالة في الصحة ديالي ولا في وجهي ولا في كل شيء بقوة هاد العذاب اللي عذبتوني، ولدي كرفستوه انتوما في السجن كرفستوه وباقي مكرفص، وولدي ما كينعس بالحساسية، عينا ما نغوتو دائما كنقولوها كتديرو للطبيب، ولكن اش كيدير له الطبيب؟ ما كيدير له والو، كيعطيه غير داكشي يلا صوتو وما دير هادي، صافي ولدي ولا فيه ضيقة، وباقي شادين عليه في الحبوسات، علاش هاد الظلم هذا؟ علاش علاش؟ راه أنا ما كنفكر في 20 عام عباد الله، ما كيستحقش 20 عام هاد الدراري هادوم اللي في السجن، ما كيستحقوهاش، وكاين اللي غادي يستحقوها، ولكن هادوك كيدخلو 3 شهور الاغتصابات. كيدخلوا على العيالات كبارين وكيسرقوا البنات الشارع كيشرطوا ليهم الوجه ديالهم، هادوك 3 شهور كيخرج بحالو، اللي قال لك بغيت نعيش بالكرامه ديالي نخدم الشرف ديالي وبغيت المستشفى فين نعالجو وبغينا باش نقراو، ولكن هاد القرايه دابا اش جابت لينا؟ راه ما جابت والو، كانوا طامعين في هاد التعليم حطمتوهم، وفين غيمشيو هاد الدراري؟ قولوا لنا فين غادي يمشيو؟ واش بغيتو تعيشوا نتوما صافي ولا؟ راه هاد البلاد ماشي ديالكم وحدكم، راه هاد البلاد الشعب كامل كيسال فيها حتى هو بغى يعيش. ايوا اش غنقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل، دعيناكم الله ياخذ فيكم الحق، دعيناكم بالله ياخذ فيك الحق. ولادنا ولدي كيبات في السجن ما كينعس، وانا كنبات هنا ما كنعس، علاش عباد الله؟ علاش علاش حتى واحد ما فيه نقطة ينوض يقول اودي هادوم راهم مظلومين مظلومين، هادوم غنطلقوهم، وتاما اللي كيستحقوا يدخلوا يدوزوا هاد 20 عام، 5 سنين عباد الله الولد من نهار شديتو هلكتوه هرستو له راسو ضلوعو وكل شيء، من تما هو مريض عام و3 شهور الزنزانة الانفرادية مشدود عليه، من ديك الوقت هو مسكين مريض مريض مريض، دابا صافي كمل صافي كتستناه غير فوقاش غيوقف له القلب صافي غيجيبوه لينا في الصندوق ديك صيفطوه لنا، علاش عباد الله؟ دابا حنا ولا كاين شي حقوق الانسان؟ انا كمطالب
كنطالب جميع اللي كيقول راه كاين حقوق الانسان في العالم يشوف ولادنا، وكنطالب الاول الملك، الملك هو الملك د البلاد، هو اللي عنده كلشي في يده، وكنطالب باش غادي يطلق لولادنا، ماشي غير ولدي وصافي. راه تما سمير إغيد ها هو العائله عمر ما مشات عنده، ما عندهمش باش يمشيو، ما عندهمش باش غادي يمشيو عنده. راه هو محروم مسكين غير باش يشوف غير العائله ديالو، ومحروم مرمي في السجن بعشرين عام ظلما وعدوانا، والعائله ما كيشوفهاش، ما عندهمش باش يمشيو، ما عندهم باش يعطيوه، كيفاش؟ وكتقولوا حقوق الانسان، احنا ما حسيناش بحقوق الانسان. نهار فاش فرقتوا لولدي راس على جوج ما كانش حقوق الانسان، يكون حقوق الانسان يخرج يهضر الحقوق اللي كيقولوا راه حنا عندنا حقوق الانسان، يخرجوا هاد الناس هادو. انا كنطالب باش يخرج ولدي يمشي يداوى، انا كنطالب الدوله غادي تخرج ولدي باش يمشي يداوى.